قادر نوصل لنتيجة أنه الآن مواقف الحكومة، مواقف رئيس الوزراء مدعومة من قبل التحالف الوطني، والتحالف شريك بتحمل المسؤولية كاملة من الألف إلى الياء. شي يصير بكل تأكيد صدام مسلح مدري شنو إذا صار يا ستار إن شاء الله بيصير. وسيد رئيس الوزراء أيضا مطالب بأنه يشاور التحالف الوطني ما دام هو هذا المقدار من الدعم. فهو إذا يشارف رئيس الوزراء يشاور له لا. على سبيل المثال اليوم إحنا مدعوين إلى جلسة مع سيد رئيس الوزراء كقادة التحالف أكيد لمناقشة هذه التفاصيل. وقبلها التفاصيل الأخرى. تفاصيل أخرى أيضا صارت. وأنا دكتور أخشى من إنه هالحكي يصير بيناتنا دبلوماسي والمشاكل. لا أنا صريح وياك. صارت اجتماعات بمستويات مقبولة إلى حد ما وطرحت فيها الكثير من هذه الأمور، وبالعكس ربما بعض قادة التحالف أشكلوا على رئيس الوزراء تأخر ببعض الإجراءات وبعض الأمور اللي تم التوافق عليها. والرجل لا يأخذ، أتصور أنه لا يأخذ فقط رؤية التحالف وقرارات التحالف الوطني.